السلام عليكم ورحمة الله. تتواصل معركة استعادة معسكر خالد بن الوليد غرب تعز في إطار المعركة الكبرى معركة استعادة الدولة، حيث تمكنت قوات الجيش الوطني من تطويق محيط المعسكر ومحاصرته، فيما استطاعت كسره من بوابتيه الشرقية والغربية. الأهمية العسكرية التي يمثلها معسكر خالد بن الوليد وجدوى السيطرة عليه كأكبر موقع عسكري في المنطقة تأتي من أهمية موقعه الاستراتيجي والمكاسب العسكرية والسياسية والاقتصادية من تحريره، الذي يعد بمثابة تأمين لانتصارات الجيش الوطني والمناطق المحررة خصوصا المخا، بالإضافة إلى قطع إمداد الميليشيا إلى تعز وتأمين خط الإمداد العسكري المتجه صوب الحديدة. هذا المعسكر الذي ظل لعقود سابقة أحد أبرز أدوات السلطة والقوة المهيمنة التي مكنت المخلوع من السيطرة على مفاصل الدولة، وهو الذي انطلق منه صالح ليحكم قبضته على مقاليد الحكم. قبل النقاش مشاهدينا الكرام نتابع هذا التقرير. معارك ضارية يخوضها الجيش الوطني بدعم من قوات التحالف العربي تدور رحاها في محيط ومنافذ معسكر خالد بن الوليد. بحسب مراسل بلقيس، فقد تمكن الجيش الوطني من الوصول إلى البوابتين الغربية والشرقية لمعسكر خالد بعد التفاتة نفذها في محيط المعسكر بمساندة نارية من التحالف العربي الذي أصاب حركة الميليشيا بالشلل. المعسكر الذي يبعد 40 كيلومتراً عن مدينة المخا يعد حصناً طبيعياً نتيجة السلسلة الجبلية المحيطة به من كافة الجهات، التي تشكل للمعسكر مركز حماية متقدمة. منذ أيام وقوات الجيش الوطني تتمركز في هذه السلسلة الجبلية المحيطة بالمعسكر، خصوصاً بعد سيطرتها على معسكر جبل النار الذي وضع معسكر خالد تحت السيطرة النارية الكاملة لقوات الجيش الوطني. تقول مؤشرات الحرب إنها معركة غير متكافئة بين قوات الجيش الوطني والإنقلابيين. فبعد هروب القيادات العسكرية التابعة للانقلاب، أصبحت السيطرة الكاملة على المعسكر مرهونة بالوقت وتصفية الجيوب من الألغام التي تظل أحد أبرز العوائق الأساسية أمام تطهير المعسكر بالكامل. تأكيدات عسكرية أن معركة تحرير المعسكر ستمثل منعطفاً محورياً في مسار العمليات العسكرية الهادفة إلى تحقيق الحسم العسكري وتأمين المنطقة. عسكرياً يشكل معسكر خالد بن الوليد قاعدة الإمداد العسكرية الأولى لفرض السيطرة على الشريط الساحلي من الحديدة وحتى المخا، بالإضافة إلى اليد الضاربة له في محافظة تعز لوقوعه في مفترق طرق كل من الحديدة والمخا وتعز. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة محمد النقيب. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور ومساء الانتصارات. مرحبا بك أستاذ محمد. هناك أخبار تتحدث بأن قوات الجيش الوطني والمقاومة بدأت الدخول لمعسكر خالد من الجهة الشرقية والغربية، حدثنا تفاصيل ما يدور الآن حول معسكر خالد. ما أحكم السيطرة على معسكر خالد بالسيطرة على جميع السلسلة الجبلية المحيطة بالمعسكر، وأقصد السيطرة النارية، وبالتالي هذا منذ يومين. اليوم تمكن الجيش الوطني والمقاومة من السيطرة على البوابة الغربية وكذلك البوابة الشرقية عبر التفات عسكري نوعي. الآن حاليا الجيش الوطني والمقاومة على اعتبار أنها قوة منظمة نظامية تريد أن تخوض معركة استكمال السيطرة على معسكر خالد، وهو قاعدة عسكرية ضخمة يعني تراكم بناءها العسكري منذ 30 عاما. الجيش الوطني بحكم كما قلت انه جيش نظامي يسعى الى اكمال السيطره على المعسكر باقل خساره، لان الميليشيات الانقلابيه زرعت المئات بل ان لم نقل الالاف من الالغام في محيط المعسكر، وبالتالي الان تباشر الفرق الهندسيه عمليه التعامل وإزالة الألغام، وأتوقع أو نتوقع أن عملية السيطرة الكاملة للمعسكر ليست إلا مسألة وقت. ربما في الساعات القادمة تأتينا أخبار
جديدة عن انتصار كامل في السيطرة على هذا المعسكر الذي خاض فيه الجيش الوطني معركة نستطيع القول أنها استراتيجية بحكم الموقع الاستراتيجي للمعسكر الذي يمثل خط ربط ما بين تعز، الحديدة، المخا، كذلك الشريانات الامتدادات العسكرية للميليشيات الانقلابية إلى كتبوه. نعم، طيب أستاذ محمد، هناك صور حيه تم نقلها من محيط معسكر خالد، وايضا البعض تحدث بانه قد تم اقتحام المعسكر من الجهه الغربيه. هل فعلا بدات الان معركه دخول المعسكر ام لا زال يعني في محيط المعسكر؟ هي بالفعل المواجهات شرسه وعنيفه وحوالي المعسكر، كما قلت ان السيطره الناريه قد تمت منذ 3 ايام. الجيش الوطني والمقاومة أصبحوا بالفعل في البوابة الغربية والشرقية وتمكنوا من السيطرة عليها. وكما قلت، المسألة السيطرة الكاملة هي فقط هناك معوق واحد، وهي الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية، لأنها أدركت أنها غير قادرة على مواجهة الهجمة الشرسة التي قادها الجيش الوطني بإسناد طائرات التحالف للسيطرة الكاملة على معسكر خالد. وبالتالي نستطيع القول أن معركة السيطرة الكاملة بالفعل بدأت وقد أسفرت عن نتائج إيجابية ونوعية، وهي كما قلت السيطرة على البوابة الغربية والشرقية. وعندما نقول أنها سيطرت على بوابتين، يعني أننا نخوض المعركة الآن في داخل إطار المعسكر. نعم، مقدار تواجد الميليشيا في معسكر خالد وأيضا قوتهم العسكرية كيف تقدرونها أستاذ محمد؟ هي عندما سيطر الجيش الوطني على السلسلة الجبلية لجبل النار، وهو سلسلة تحيط معسكر خالد من الجهة الشرقية إلى الغربية إحاطة كاملة، كانت تحصينات رهيبة جدا وفيها وضع قتالي عسير خاضه الجيش الوطني. هربت القيادات، الكثير من القيادات الانقلابية، وبقي بعض بقية قوة من الميليشيات الانقلابية سواء من قوات صالح أو الميليشيات الحوثية، ستبقى لأن المعسكر هو آخر تواجد لهم، أو أن سقوط المعسكر هذا يعني أنهم لا موضع قدم لهم في تلك المنطقة الحيوية الاستراتيجية عسكريا. وبالتالي الجيش الوطني يبدي استماته. أمس واليوم قدمت تعليمات عسكرية ضخمة من عدن ومن المنطقة العسكرية الرابعة إلى جبهة المخا لخوض أو إنهاء معركة أو معارك المرتفعات الجبلية، والبدء في التوجه نحو المعركة الاستراتيجية المتمثلة باستعادة السيطرة وتحرير مدينة الحديدة. شكرا جزيلا لك، المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة الأستاذ محمد النقيب، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. الآن ينضم إلينا سيادة اللواء محسن خصروف، رئيس دائرة التوجيه المعنوي. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور أستاذ. مرحبا بك سيادة اللواء، جولة جديدة هذه المرة في معسكر خالد من معركة الساحل الغربية المتجهة نحو الحديدة. هل يعني نستطيع القول بأن الآن بدأتم فعليا بالقرب من الساحل الغربي باتجاه محافظة الحديدة، أم لا زالت ربما هناك معوقات كبيرة تواجهونكم؟ شكرا جزيلا. وطبعا كان مفتاح العملية الأخيرة جبل النار، هذا الجبل الحاكم الذي يطل على مساحة شاسعة من اتجاه الغرب المخاء، ويسيطر ناريا على معسكر، او كان يحمي معسكر خالد، ويطل ايضا على مفرد الموزع. يعني كان جبلا حاكما على المستويين التكتيكي والاستراتيجي. تمت السيطره عليه اصبح معسكر خالد تحت السيطره الناريه لقوات الجيش الوطني، وبدا الهجوم من اتجاه الغرب. الآن يعني حينما وصلت أخبار بالأمس أنه تم اقتحام المعسكر من البوابة الشرقية، لم نكن نصدق هذا الكلام، وتواصلنا مع مراسلي التوجيه المعنوي ومع موقع 26 سبتمبر
ومع المعنيين كيف تم الاقتحام من الجهه الشرقيه وهي منطقه اصلا تخص الانقلابيين. فقيل لنا انه حصل التفاف من الاتجاه الشرقي وطوق المعسكر بالكامل. الان المعسكر مطوق، يعني اذا كان في مقاومه في المعسكر فيها مقاومه ضعيفه كانت بالامس خامده، ربما اليوم تكون بشكل ضعيف، واصبح مساله اقتحام المعسكر مساله وقت يعني. السيطرة على معسكر خالد تكون قيادة الجيش الوطني قد نجحت في السيطرة على أهم شريانين للمدد اللوجستي للقلابين. نعم. المفرق المخا والمفرق الحديدة، بمعنى السيطرة التامة على هذين الشريانين وعلى المدد الرئيسي اللي كان يأتي من ميناء المخا ومن ما يزال يأتي من ميناء الحديدة. نعم. سيادة اللواء، البعض يقول بأن معسكر خالد ليس بالصورة السهلة التي تتحدث عنها، وأنه يمكن إسقاطه بهذه السرعة لأنه أحد يعني قلاع الرئيس المخلوع، أو ربما كان هو المنطلق الذي وصل عن طريقه إلى الحكم، وبذلك يعني مسألة السيطرة عليه ليست بالأمر السهل. أنا لم أقل أنه سهل، ولم أقل أنه هين، ولم أقل أنه يعني لقمة صائغة، بالعكس هذا كما تقول يعني قلعة عسكرية حصينة، ولكن إرادة المقاتلين، إرادة مقاتلي الجيش الوطني كانت هي الأقوى، واندفاعهم بوعي وبقناعة وبتفصيلية عالية وباستبسال وبمعنوية عالية مكنتهم من الاقتحام المعسكر من جهة الغرب ومتطويقه الآن. وكما قلت لك في بداية حديثي أن مفتاح الانتصار في معسكر خالد والسيطرة على جبل النار، وما تزال المعركة جارية وبقوة، ولكن أنا أؤكد أنها قد فصلت شوكة الإنقلابيين في المعسكر، وأن المدد قادم، وأن الهجوم ستستمر، الهجوم كبير ستستمر، وأن إسقاط المعسكر أمر محتم لا بد منه، يعني نعم. استكمال تحرير تعز والتوجه شمالا نحو الحديدة. نعم. المدة الزمنية سيادة اللواء من وجهة نظرك التي يعني من خلالها سيتم فعلا إسقاط المعسكر تماما والاتجاه نحو الحديدة؟ زمني من الصعب تحديده. نعم. المعركة يحكمها يعني وقدرات وإمكانيات، هذه مسألة لا يستطيع أحد أن يحددها، يعني نعم. ظروف المعركة لها ظروف. نعم. سيادة اللواء، ربما هناك مشكلة في الاتصال معك، نتمنى أن نتصل بك مرة أخرى. طبعا مشاهدينا الكرام، كما تعلم معسكر خالد من أهم قلاع الرئيس المخلوع التي كانت تمثل بالنسبة له منطقة عسكرية يستند إليها في هذه في الساحل الغربي وعلى وجه التحديد في المخا وأيضا تعز. ربما بإسقاط هذا المعسكر كما يتحدث معظم القادة العسكريون بأنه هو الخطوة الأولى بالاتجاه نحو الحديدة، وهي ربما هو آخر معاقل الميليشيا والرئيس المخلوع في هذه المنطقة، وما بعدها سيكون من السهل، وأيضا الاتجاه نحو صوب محافظة الحديدة وتحريرها من الميليشيا. ينضم إلينا الآن الدكتور فيصل العواضي مستشار وزارة الإعلام. مساء الخير دكتور فيصل. مساء الخير عليك وعلى الإخوة المشاهدين الكرام. مرحبا بك دكتور. أنتم في الحكومة الشرعية كيف تتابعون التطورات العسكرية في معسكر خالد وأيضا الساحل الغربي بشكل عام؟ طبعا بالنسبة للحكومة ليس بغريب عليها ما يحدث، فهذه تأتي وفق لخطط واستراتيجيات موضوعة، والكل في الحكومة أو أصحاب القرار على اطلاع عليها، يعني ليست التطورات بمعزل عن توجيهات فخامة الأخ الرئيس أو نائب الرئيس أو دولة رئيس الوزراء، لكن نحن نريد المواطن أن يطمئن بأن هناك خطوات جادة في اتجاه الحسم وفي اتجاه القضاء على هذه المعاناة أو وضع حد لهذه المعاناة التي طال أمدها والتي أضرت كثير بمواطنينا. نعم. تحرير معسكر خالد بن الوليد من منظور الشرعية، هل سيضيف لكم مكاسب سياسية؟ ربما يكون موقف الحكومة أقوى إذا ما كان هناك أي تفاوض سياسي مع الميليشيا.
بالنسبة طبعا للموقف السياسي، الحكومة تحظى بتأييد العالم، يعني ليس هناك أي تراجع عن تأييد الحكومة الشرعية، أو مثلا حتى التلويح، مجرد التلويح بأن الميليشيات تتحول إلى سلطة أمر واقع، وأن هناك من يريد منحها بعض المكاسب فقط. يعني كنا نحن في الحكومة الشرعية عندما تطرح الرؤى للحلول السلمية كان هناك من يحاول أن يستبق أنه الجانب السياسي قبل الجانب الأمني. نحن أصرينا على أساس أنه الأخذ بالتسلسل في قرار الأمم المتحدة كونه أحد المرجعيات، وأنه لابد أولا من الجانب الأمني، يعني نزع السلاح والانسحاب وحل الميليشيات، ثم يتفاوض الناس، نعود إلى النقطة التي توقف عندها العمل السياسي. الآن الحكومة لا تبحث عن مكاسب سياسية، هي تبحث عن إنجاز، يعني إنهاء المشكلة حتى تستطيع أن تتفرغ بواجبها لواجبها أمام تجاه الإخوة المواطنين، من المهرة إلى صعدة كما أكد الأخ الرئيس على ذلك مرارا وتكرارا. نعم، خطوات الجيش الوطني دكتور وأيضا التحالف العربي يصفها البعض بأنها بطيئة لكنها ثابتة نحو معركة استعادة الدولة، أنت قراءتك لهذا التطور البطيء، هل هو فعلا يسير في إطار ما هو معدل ومخطط له، أم هناك فعلا تباطؤ ربما يؤثر سلبا على الشرعية وعلى تواجدها أيضا ويعني طول أمد الحرب في البلاد؟ يقولون في الأمثال، أو جاء في الأمثال، يا مثل الحرب على المتفرجين. نعم. طبعا يجب أن نعرف أن الحرب ليست مثلا بين دولة ودولة، الحرب مع جماعة متمردة تتمترس بالإخوة المواطنين، والطرف المواجه لهم اللي هو الشرعية والتحالف لديهم التزام أخلاقي بحماية المواطن أولا، لهذا كان هناك نوع من التباطؤ. وأريد أن أشير إلى أن حجم الطلعات الجوية عندما تم التحقيق في الأخطاء كانت لا تعد شيء، يعني في أكثر من 2000 طلعة إنه في 3 أخطاء، هذا يعني شيء يعطينا صورة بأن الحرب فيها التزام أخلاقي، التزام بعدم المساس بالمواطنين. هناك أحيانا أحداث تتمترس بالمواطنين وتقف قوة التحالف والشرعية حائرة على أساس أنه لا يريدون التضحية بالإخوة المواطنين. طبعا التضاريس الوعرة، في عوامل كثيرة، زراعة الأرض بالألغام، تطور الجيش من يوم لآخر. نحن خلال الفترة من 2015 إلى الآن استطعنا بناء جيش حقيقي، وإلا أول كانت المقاومة الشعبية عفوية، وما تبقى من الجيش الوطني لم يكن يذكر في مواجهة ما كانت تمتلكه الميليشيات الانقلابية. نعم، استعادة الدولة عسكريا الدكتور فيصل، هل أصبح بالنسبة لكم الخيار الوحيد أمام ربما الآن المفاوضات السياسية باتت في عداد الموتى وموت سريري للمفاوضات السياسية؟ طبعا الحكومة لا تزال تلتزم بالحل السياسي وتبارك وتشكر كل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، لكن الحل السياسي الذي لا يؤسس لأي صراع مستقبلي في اليمن، الحل السياسي الذي يضع أمد لهذه المعاناة التي يعني يضع حد لهذه المعاناة التي طال أمدها، وينقذ أبناء شعبنا الذين الآن بعض المنظمات الدولية ترفع عقيرتها بالصياح بأن هناك كوارث قادمة على اليمن وبأن هناك. طيب، يعني لا يكفي هذا الصياح أو نشر مثل هذه البيانات، مارس ضغط حقيقي على الطرف الذي يعرقل الحلول السلمية. نحن كحكومة شرعية أيدينا ممدودة للحل منذ يعني لقاء جنيف وحتى الكويت، ولم تقدمت الحكومة كثير من المرونة، ولا أقول التنازل، يعني كان هناك مرونة في تقديم نقطة وتأخير نقطة حسب طلب الانقلابيين، وهم يطلبون شيئا في الصباح ثم ينقضونه في المساء. لا عهد لهم ولا ميثاق، وقرارهم ليس بأيديهم. نعم، طيب دكتور فيصل تكرم بالبقاء معي، يشارك معنا في الحديث قائد قوات الاحتياط اللواء سمير الحاج. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور أخي العزيز. مرحبا بك سيادة اللواء، في البداية أنت كيف تقرأ التطور الآن الحاصل بالنسبة لقوات الجيش الوطني وهي الآن تحكم السيطرة على أكبر
قلاع وحصون الرئيس المخلوع في الساحل الغربي معسكر خالد بن الوليد. شكرا لك أخي الكريم ولمشاهدي قناة بلقيس. في حقيقة الأمر نحن ربما أكدنا في أكثر من مرة أنه لابد من معركة وفصل ختامي لهذه المعركة الدامية التي تسبب فيها الانقلابيين ويعني كانت كارثة على الشعب اليمني. اليوم نحن في الفصول الأخيرة ولعل السيطرة على المنفذ الغربي برمته هو الخطوة ربما الأولى أقول في الحلقة الأخيرة لهذا المسلسل الدامي الذي وضعنا فيه الانقلابيين. بإذن الله الأمور تسير بشكل جيد، المعارك تسير بشكل ممتاز كما هو مخطط لها، ويحاول الانقلابيون الاستماتة في هذا المعسكر لأنه الحقيقة سقوطه يعني سقوط الجبهة الغربية بالكامل لليمن. نعم، إذا ما سقط معسكر خالد بن الوليد هل فعلا سيكون هناك أو تشهد محافظة تعز انفراجة كبيرة من الحصار الذي تفرضه الميليشيا؟ مؤكد، لأن هذا الخط الحيوي الهام الممتد من الحديدة باتجاه منطقة البرح، فمنطقة يعني هجدة فوسط المدينة إلى أن تأتي إلى طريق ابن الجهة المقابلة، هذه الطريق إذا قطع 100% سيكون له تأثير. طيب، والآن المعارك في تعز تحدث خلال الأيام الماضية، وهذه الأيام التقدم جيد جدا، وهناك انهيارات ضخمة في الطرف الآخر، نتمنى أن تكلل بالانتهاء من تواجده تماما في هذه في هذا الاتجاه. نعم سيادة اللواء، النسبة التقديرية الذي أنجزته القوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في معركة الساحل الغربي ما هي؟ هو فعلا الموضوع ليس متعلق بنسبة، هي متعلق بنقاط حصينة وقوية. أحد النقاط كانت مدينة المخاء، النقطة الثانية بإذن الله تعالى الخوخة، ومن الجهة المقابلة ميدي، ثم بعد ذلك رأس عيسى والموانع المهمة، وبإذن الله تعالى نكون قد انتهينا من المنفذ برمته. ربما أستطيع أن أقول لك أنه أكثر من 70% الآن نحن على وشك الانتهاء منه، وتبقى المعركة الرئيسية معركة مدينة الحديدة، كل التحضيرات إن شاء الله جارية، وحتى شوهد يعني الجبال والمناطق المرتفعة خارج. نعم، يعني عتمة ومحمية برع والمناطق الأخرى. نعم سيادة اللواء، بعد تحرير المخا كان الكثير يتحدث ويتوقع بصورة سريعة أن معركة الساحل الغربي ستنجز، لكن يعني هناك يعني مدة طويلة ربما تأخذونها أنتم في الجيش الوطني وأيضا التحالف العربي من أجل إنجاز هذه المهمة، أبرز المعوقات أو يعني التي ربما تقف حائل دون إنجاز هذا التحرك بشكل سريع. أخي الكريم، نحن في الأخير ندير معركة، والمعركة دائما تفاصيلها تكون على الميدان أحيانا سهلة وأحيانا معقدة حسب ظروف المعركة. على أي حال بالنسبة للساحل الغربي بشكل عام، أستطيع أولا أن أؤكد لك بأن الانقلابيين قد يعني ربما يعني أسقطوا ثقلهم بالكامل في هذا الاتجاه، لأن سقوط هذا الاتجاه يعني إيقاف وقطع الشريان الرئيسي الذي يمد الانقلابيين، سواء بالمواد التي يعني ينهبوها من الإغاثة ويبيعها على الشعب، أو من الأسلحة التي تهرب إلى داخل الموانع باسم أغذية أحيانا، وأحيانا أدوية، وأحيانا باسم أنها إغاثة الشعب من بعض الدول المشبوهة. نعم اللواء سمير الحائق قائد قوات الاحتياط، شكرا جزيلا لك، وأعود إلى مستشار وزارة الإعلام الدكتور فيصل العواضي بعودة أخيرة. دكتور فيصل، الآن المناطق التي يتم تحريرها مثلا الآن في المخاوة، يعني ما سيتم تحريره الآن في معركة الساحل الغربي، مقدار تواجد الحكومة وتواجد الدولة في هذه المناطق وإعادة الحياة إلى طبيعتها وحضور الدولة بالشكل القوي والكبير، كيف تقيم؟ أولا دعني أوجه التحية اللواء سمير الحاج ولكل أبطال قواتنا المسلحة الذين نقف لهم وقفة احترام وتقدير وهم يحققون هذه الإنجازات العظيمة. طبعا بالنسبة نحن سمعنا تفاصيل في المخا، كيف عادت الحياة إلى طبيعتها، كيف فتحت المدارس، كيف تم ترميم مثلا شبكة الكهرباء، المياه إلى آخره، وهناك عون نتلقاه سريع يلتحم معنا الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي سواء من المملكة أو من الإمارات أو من الكويت في توفير الحاجات السريعة،
والحكومة طبعا لديها خطة أصبحت واضحة جدا، واضحة المعالم في التعامل مع كافة المناطق التي يتم تحريرها، أنه لابد من تطبيع الحياة وعودة الحياة إلى طبيعتها، وفي مقدمتها يعني توفير الخدمات الأساسية، الصحة، المياه، الكهرباء، عودة المدارس، والأمن طبعا يظل هاجس أيضا من الهواجس الأساسية، لكن إن شاء الله لدى الحكومة خطة يعني واضحة لتنفيذها في أي منطقة تستعيدها الشرعية. على الجانب الآخر أيضا، من هم الآن في مناطق سيطرة الميليشيا وعلى وجه التحديد في الحديدة وفي الساحل الغربي؟ ما هي يعني خطط الحكومة من أجل تأمين هؤلاء الناس الذين يقطنون في هذه المناطق، وأيضا توفير لهم يعني أساليب الحياة إذا ما بدأت هذه المعركة تصل إلى هذه المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الميليشيا؟ كما قلت لك سابقا، لا، الحكومة لا تمتلك أدوات الآن في وسط الناس في هذه المناطق، لكن الحكومة تلتزم أخلاقيا بأنها لا تشن حرب إبادة، لا تتعامل بسياسة الأرض المحروقة. الحكومة ستعمل على استيعاب كل نازح أو كل من سيخرج من مناطق القتال التماس، وتوفر لهم وتحاول أن توفر لهم ظروف إنسانية لائقة حتى تنتهي المشكلة. لكن أنا أقول لك أن الحكومة قادرة على عمل شيء وسط مدينة الحديدة. مدينة الحديدة لا زالت تحت سيطرة الإنقلابيين، وهم يتمترسون بالمدنيين وليس لديهم أي ذرة أخلاق تمنعهم من التمترس بالناس ومن جلب الكارثة عليهم. شكرا جزيلا لك مستشار وزارة الإعلام الدكتور فيصل العواضي على مشاركتك معنا. الشكر أيضا لقائد قوات الاحتياط اللواء محسن خسروف، والشكر أيضا لرئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خسروف عفوا، والشكر لقائد قوات الاحتياط اللواء سمير الحاج معذرة، والشكر أيضا للمتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة محمد النقيب، وتقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل منصور النقاش، ومن كافة الطاقم الفني. حتى الملتقى بحلقة جديدة من زوايا الحدث، السلام عليكم.